السلام عليكم كل اخواتي وحبايبي. ادي يا جماعه الحكومه بتقدمه لنا اهو، حاجه جميله جدا وزي الفل. بس انا بصراحه ما كنتش عارف هي بتستعمل ازاي، فلقيت الراجل المحترم ده واقف هيستعملها، فقلنا نعرف ازاي عشان برضو اخواتنا لا يستعملوا السكوتر ده يبقوا عارفين بيشتغل ازاي. السلام عليكم، اسم الكريم ايه؟ زكي. الو، انا اسف والله انا بعطلك، معلش. ممكن تشرح لنا السكوتر ده بيشتغل ازاي؟ اول حاجه طبعا بيكون مركون في الشارع، تمام وبيكون في كود بتاعه، الاي دي بتاعه هنا. تمام طبعا بيكون باين لك برده في الابلكيشن تمام ده الابليكيشن اسمه ايه بتاع رابت. السكوتر؟ رابت. تمام اول ما تلاقي ما تلاقيه دوس رايد ناو، تمام لو الزر ده كونفيرم انت بتوافق على الحاجات اللي هو بيقولها لك. لو انت ما تبقاش اقل من 16 سنه، تبقى حاجه اسمها جرين زون، دي تمام تبقى موجوده في الابلكيشن برده. تمام ويكون معاك خوذه تمام وكده دي شوية من ضمن التعليمات بتاعته. ضمن التعليمات بتاعتك. تمام بتدوس كونفيرم، تمام تبتدي تعمل سكان للكود ده. تمام 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 ممكن نتفرج مع بعض يا جماعة اهو الكابتن بيعمل. اتفضل. او لقط كويس، اول تمام ما لقط هو بدأ عليك العد تمام ويفتح لك الاف ده. تمام ده يعني الفترة بتاعته بكام؟ ده الفتحة بتاعته ب 3 جنيه، تمام وكل دقيقة بعد كده بجنيه. كل دقيقة بجنيه. وهو في حاجة حلوة برضو، لما انت تركبه اكتر، كل بعد 10 رحلات بيديك 5 دقايق فري لمدة 10 رحلات، تمام كل 20 تمام دقيقة. في تحفيز يعني. في تحفيز دي تمام كويس. اهم حاجة بس ما تحطش دي، تبقى هنا تمام ما تبقاش في اللوك. لو اول ما هتحطها في اللوك الاسكوتر هيقفل منك. تمام يعني اشيلها وبركنها في العلاقة في بتاعتها اللي العلاقة. زي كده. في العلاقة بتاعتها زي دي تمام بس. ماشي يا زكي، والله انا متشكر لحضرتك جدا وتحيا مصر يا شباب، والله بالخدمات الحلوه اللي مصر بتقدمها لنا. ماشي، اتفضل يا زكي، ناخدك لقطه وانت ماشي.